وكل من ربط حزام الأمان بأحكام. شكرا لانتباهكم ونأمل أن تستمتعوا. Ladies and gentlemen, to comply with international airline requirements, for safety reasons, the cabin lights will shortly be dimmed. بعد قليل سوف نقدم لكم وجبة العشاء. المزيد من المعلومات ترجع الانتباه على قائمة الوجبات. كما أني مع بقية أفراد الطاقم على تم استعداد جميع طلباتكم على مدار الرحلة. شكرا. سيداتي وسادتي، على قسنا هي مبادرة تدعم الخطوط الجوية القطرية وتهدف إلى توفير التعليم الابتدائي للأطفال المحرومين من التعليم الأساسي. يبلغ عدد الأطفال المحرومين من التعليم الابتدائي 58 مليون طفل حول العالم. يعيش هؤلاء الأطفال في مجموعة من الفقر والتمييز والإساءات والدوار الطبيعية. سنكون شاكرين لكم لو تكرمتم بدعم هذه المبادرة من خلال تبرعاتكم والتي يمكنكم وضعها في المغلفات المتوفرة في جمهورية أمامكم. وسيقوم أحد أفراد الطاقم بإخلاص استلام عامكم. شكرا.